هاودي خضرة حلقة وصفات اليوم. أحبائي أهلا وسهلا فيكم اليوم بثلاث وصفات مثل العادة على الطبيعة بالطبيعة مع الشيف شادي. شرح هيك بسيط وسريع. شانكليش اونتركوت وبعدين شوفين. خلونا نبلش بسلطة شانكليش. شو جايب أنا؟ شيف شادي أكيد جايب من البندورة خيار حديقة كاملة، وعندي من البقدونس رح ناخد هيك كمان شوي صغيرة من البقدونسات، وخيار وبندورة. طيب خيار وبندورة وبقدونس شانكليش. يمكن كتار هلأ ما يحضرونا بالدول العربية ما بيعرفوا شو هو الشانكليش. أكيد من عمل من اللبن بلا 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 بلا. في نوع من الجبنة يستعمل كتير بالبلاد العربية بيشبه هيك شوي صغيرة بس ما بينغط بالزعتر، هو الجميد اللي بيستعملوه كمان بكتير من الوصفات خاصة بالأردن وفلسطين، وتحية لكل الدول العربية. طيب نحن عندنا بلبنان الشانكليش، هذا الشانكليش هون عندي من الزيتون. واو رائعين شغلي ولا أهين من هيك. راح بلش. أوكي ملبسنا المريول جريت. هذا المريون هون يا شادي احنا متوسخ القميص تبعولك، وهون تنكفي الوصفات كلها سوا منبلش. لكن بسرعة ولا أهين من هيك. أول شيء الشانكليش ممكن يكون حر وممكن يكون مش حر. الشانكليش ممكن يكون مع فستق حلبي أو مع سنوبر أو مع جوز أو مع لوز أو مع كاجو أو مع بندق. ما عاد تكتر حكي يا شيف شادي، مهم في كتير من الأشياء ممكن تكون موجودة أو مطعمين فيها الشانكليش. أنا اليوم هالسلطة الحلوة راح تشوفوا كمان ما أجملها وكيف راح نقدمها بطريقة حلوة. وين السكين يا شيف شادي؟ هون ولا هون؟ لا سكين هيك. نبلش عندي، راح بلش بالخيار. راح نقطعهم مكعبات بس مش كتير مش كتير كبار. طلعوا كيف ها؟ يعني طريقة حلوة يبينوا بقلب الشانكليش. كمان راح أروح على البندورة نفس الموضوع. هلا في كتار منكم بيقولوا فينا نحط فلافل حلوة، فينا نحط كزبرة، فينا نحط اللي بدكم اياه، ما عندي مشكلة. هلا إذا بدنا نغلبط بالوصف شوي أوكي ونعمل هيك شغلة حلوة، رح آخذ أنا شوي صغيرة هيك من الزعتر، كم ورقة زعتر رح أحطهم هون هيك حلوين. عم نغلبط إيه؟ بنرجع يا شيف شادي رح آخذ شوي صغيرة من الزعتر. كمان عم نغلبط، طلعوا شو حلوين. هودي رح نحطهم بقلب الوصفة. شو معناتها؟ معناتها فينا نعمل أي نوع من السلطة أو نستعمل أي نوع من الخضرة مع الشانكليش. بندورة، أوريجانو، روزماري، اللي بدكم اياه. بندورة يلا يا شيف. رحنا هون قطعة، كمان هون اثنين. كتير طيب البندورة. على فكرة بالميزة اللبنانية عندنا طبق الشانكليش، شو بنعمل؟ بنجيب الشانكليش مثل ما هو وبنحطه بقلب الصحن وبنفرم عليه من فوق بصل، بقدونس، بنحط عليها البندورات، زيت الزيتون، اوكي؟ ولا اشهى من هيك مع الخبز العربي. جريت. هلا هون يا شيف شادي لكان قلنا من رح نعمل هيك خيار، زعتر، جبنا كمان القصعين او المريميه او السيج او السوج اللي بدكم اياه، كمان من الارض الحلوه، وبس تكون كمان قريب المي على اليابسه اوكي يعني على الارض بنلاقي دائما هالانواع من الاعشاب يلي بتعقد. على فكره انا جبت معي كمان كم ورقه حبق. ها كمان ها، واحد اثنين ثلاثه اربعه، يعني فرموها وحطوها. جريت يا شيف شادي. رح ناخد الشانكليش، رح ناخد نصه لانه كمان حجمه كبير، حطه هون. منبلش بالشوكة، يا سلام هالشانكليشات مع نخلطهم مع البندورة، طلعوا. وأيضا مع الزعترات ومع الخيارات كلهم حطيناهم بعد. أكيد عندنا نقص وراح نبلش. زيتون، طلعوا شو حلوين. منفق الزيتونات، حرام نحط الزيتون بقلبهم وخاصة
انا عم نشتغل هيك بطريقه حلوه مثل ما شايفين. هيدا الزيتون رح ناخذ كمان زيتون اسود ورح نزين فيه بعد شوي. ولا اطيب ولا اطيب من انه نستعمل الزيتون يلي فيه بقلبه عجوه، اطيب بكثير، عجوه يعني بذره، اوكي، اطيب بكثير من يلي منجيبه هيك مقطع دوائر بهالطريقه. صحيح بنوسخ ايدينا معلش، بس بيطلع معنا الاكل اطيب حتى بالبيت مش ضروري على الطبيعه. اوكي يا شيف، مسح ايدينا وبنجي بنقول زيت زيتون. يا سلام، ردن وبنخلط. وهيدي هي السلطه هون، جميل على الحل. وانا حبيت انه نعمل شغله يا شيف شادي، نجي منقول هون عنا البقدونسات، رح ناخذ هيك الباقه كلها سوا. تعي 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 بتجني هالبقدونسات الحلوين. وبناخذ بدي اقول ها قصينا، جينا على الصحن اللي بدنا نقدم فيه اللي هو هون. طلعوا كيف ها ورقه مننزلهم بهالطريقه، طلعوا شو حلوين. يعني خلينا نحطهم بكعب الطبق. يا سلام عن جد، يعني هيك ترويقه على الصبح شانكليش مع الميزه، شو بدي اخبركم، روعه. ويلا يا شيف منبلش، مبين كمان عليكم بطريقه حلوه هالشانكليش مع البندوره مع الزيتون مع الخيار كلهم سوا. نجي كمان، رائع. بقدونسي بهالطريقه، زيت الزيتون يا شيف شادي كمان عليهم. يا سلام. وهلا هون نقطع لهم شوي صغيره من البندوره او الطماطم او القوطه. اصدقائنا بمصر هلا بيكونوا عم يحضرونا. طلعوا شو حلوه، حلوين هيك من دون هيك ما نتفزلك كثير بالصحن. وكم حبه من الزيتون خضراء، ما نحط ولا تحطوا السوداء لانه الصحن اسود، بنحط الاخضر لانه حطينا الاسود بقلب الخلطه، عطت هاللون شنكليش شوي صغيري ابيض مع الزيتون شوي صغيري اسود، طلعوا بعقده. وهيدي هي سلطة الشنكليش مع البندورة والخيار والزيتون، زعبرنا شوي صغيري بالوصفة ومنحطها هون. تعقد، حلوة كتير. وهلأ خلصت وصفة الشنكليش. اهلا وسهلا فيكم جميعا على الطبيعه، اونتركوت على الحطب. يا سلام، خلونا نبلش. اول شغله رح نعملها هي التوم. يا سلام، نزلنا هون اثنين من التوم هيك يا شيف شادي، ضفنا لهم الملحات. هالملحات الحلوين، بعد شوي بنضيف لهم الاشياء الثانيه. من بعد ما نحط هالتومات بنجيب مدقه التوم وبنبلش نقرقع. يلا وهودي التومات. على الباقي البهارات رح ناخذ الجينجومبر، اوكي جينجومبر او اي نوع من، اذا بدكم فلفل اسود او فيكم تاخذوا اي نوع من الحبوب، ممكن يكون البوافر روزي مثلا، اوكي، او اللي هو الفلفل لونه روزي او برتقالي هيك صغير، اوكي. وفينا ليكوف يا شيف شادي، عندنا بابريكا، اوريجانو، زنجبيل، خردل، والملح كمان شوي صغير، هودي كلهم موجودين. وخلينا ندقهم كلهم مع بعضهم. يا سلام، اوه 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 اوه. هلا بنجي على شغلتين حلوين، انا هون كمان غطيتهم شوي صغيره احلى ما يدخل فيهم كمان غبره. عندنا الصويا صوص، يا سلام يا شيف شادي، وعندي العسل. عسل مش بيشاهدوا، عسل، هذا هو العسل هون يا شيف. يا سلام،
وبجي انا بقول خلصنا من المدقة. هون بنحرك. طلعوا شو حلوين. هات شوي توم هون، هيدي بنحطها هون بالزبالة، ونطلع هون يا شيف. هيدي هي النقعة، رح نشوف كمان النقعة هون بطريقة كمان حلوة. يا سلام، طلعوا كيف هيدي النقعة، طلعوا كيف صار شكلها. انتبهوا على كمية الملح، كمية الملح اللي بدكم تحطوها ما تكون كتيرة، لأنه الصويا بحد ذاتها هي مالحة. مزبوط الكلام؟ مصادقين على الكلام؟ أكيد. على جنب كان معي صينية، هيدي صينية وهيدي هون النقعة فيها مع التوم مع كل شيء. وبناخد هالأونتركوت هيك مثل ما هي، طلعوا كيف هيك، وبنجي كلها سوا. واو، هاللحمة كلها وفيها تكون كمان 2 كيلو 3 كيلو اللي بدكم اياه. والأنتركوت صارت جاهزة، بس أفضل ونصيحة من الشيف شادي، خلوها منقوعة، بنحطها بالبراد إذا في عنا براد، أوكي؟ البراد شي ساعتين ثلاثة قبل ما نشويها، بس نحن هون على الطبيعة فينا نشتغل فيها كمان بسرعة من دون أي مشكلة. شيف شادي رح ياخذ معه زنجبيل، يا سلام على الزنجبيل، بصل يا شيف شادي، بصل، نعناع، نعناع، خيط للربط. هلا منفرجيهم للمشاهدين ليش. ويلا عنا الفحمات جاهزين، بتعقد النار بتجنن. رح نحط كمان كل الخضره هون، نعناع زنجبيل وبصل، ومنروح نحن منقول واحد اثنين ثلاثة، ما منحطهم على النار، خلي النار شاعلة هونيك، أنا عندي النار هون مش شاعلة. ويلا هلا اللي رح يصير هو التالي. شيف شادي رح هلا يعقدها، رح يربطها، رح يدندلها، راح كمان اوكي نطعمها هيك شوي صغيره بشويه بصل، بعد شوي نقدم معها البصله، النعنع مع الصلصه تبعيتها. يلا انا اللي راح اعمله هلا، راح انتقل لهون على هالخشب اللي عندي. طلعوا كيف البصله، راح قصها هيك، هيدا البصله هون قصيناها بالطريقه، طلعوا ولا اهين من هيك، وحطينا هون البصله هيك يا شيف شادي، والبصله اثنين. طيب زنجبيل شو بدنا نعمل فيها شيف شادي؟ بناخذ شقفة من الزنجبيل. هلا رح تشوفوني انا كمان عم قلب، عندي النقعة، بنروح على النقعة طلعوا. هيدي النقعة هون كلها سوا، ويلا يا شيف ليكو شو حلوة. هيك بنعطي طعمة الزنجبيل لشقفة اللحمة اللي عم نشتغل فيها. خلوا هون الزنجبيل، وإذا بدكم فينا نعمل كمان شغلة، منشوي الزنجبيل شوي، معناتها يعني منحرقه شوي. طيب ليش؟ لأنه بس نعرض أي نوع من الخضرة للنار طعمتها بتقوى. يعني هلا رح تشوفوا إنه هلا طلعوا كيف بهالطريقة. يا ماما طلعوا كيف وبهالطريقة هون يا شيف، ما تحرق إيدك يا شيف بالطريقة الحلوة، طلعوا وفينا نشتغلها، وبرجع لكم بعد شوي. أما بالنسبة لا الصلصة خلوها هون مشان تغلي نتفة صغيرة، ومنروح نحن ومنقول نعنع. رح ناخد كمان هيك ثلاثة من النعنع، رح نحطهم بقلب الصلصة مثل ما عملنا هيك بوصفات كمان غير الأونتركوت مع الصويا ومع التوم. عملنا فيليه وعملنا كذا حلقة، مرة بالروزميري، مرة كمان منطعمهم بالنعنع، مرة بالقصعين، مرة بالزعتر. شو رح اعمل هلا يا شيف؟ نشيل النعنع، نشيل الزنجبيل كله سوا، وبجي لهون وبقول منجيب هالأونتركوت، طلعوا كيف، رح نشيلها ورح نحطها هون ورح نربطها هلا. خلينا هون هيك، واو بلشت هون كمان تغلي هالصوص الحلوه. شو بعمل هلا؟ بدنا نربطها. خلينا هون ناخد كمان هيك خيط طويل،
هذا خيط كمان ما بيحترق بسهوله. ناخذ هيك وبجي اول شغلي على النص منعقدها هيك وحده اثنين منشدها هلا تاخذ هيك الشكل المزبوط منشدها كمان مره ثانيه ومنبلش. لايكوا كيف اصبعي هون اصبعي هيك بينزل تحتها. نرجع منعيد منشد اصبعنا هيك بينزل تحتها بنمسكها هون هيك اصبعنا هيك وبينزل تحتها وبيجي بعقدها هون يعني بنعقدها بالنص بنبرم وبعقدها مره ثانيه. بهالطريقه اللي راح يصير هلا هيدا المنظر. طلعوا هيدا المنظر الجميل اللي هلا راح تشوفوا كيف بدنا نعلقها للحمه بهالطريقه. وهون طلعت وهون كمان علقناها. حبيت الموضوع ها حبينا الموضوع بهالطريقه. ولايكوا هلا شو صار شغله الصلصه. يا سلام هون هيك بتنقط. واو طلعوا كيف هيدا اللي نحن كنا عم نحكي عنه النعنعات الحلوين. هذا كمان هون الزنجبيل بهالطريقه ونقعد. اوه يا سلام طلعوا هيدا هون تنشوفها هيك من كل النواحي من كل الجهات من كل كمان الزوايا. انا بكتفي بهالكم من الشوي وبنتقل. يا سلام شكلها كمان جميل 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 جميل. ويلا يا شيف شادي هون اول شغله بدنا نعملها بدنا نشيل الخيط. يعني اول شيء بنشيل الخيطان كلهم سوا عنا. واو طيب اوكي فهمنا يا شيف شادي فهمنا واتفقنا قبل انه يا شيف شادي بتكون نيه. بس كيف نحن بدنا نعملها ما تكون نيه؟ يعني هي هلا نيه بس كيف بدنا نستويها شوي صغيره بقلبها وبطريقه كمان ما يطلع فيها ابدا زوم. طلعوا شو بنعمل هون عنا هيك الطريقه الحلوه. رح نشيل السكين هون ونبلش كمان نقطعها. واو وتذكروا مثل البيوري بدي انقلها. هلا كمان رح تشوفوا انه رح نشوف الصينيه يلي موجوده على الفحم اللي فيه بقلبها الصلصه. رح نحط هاللحمه كلهم بقلبها. لكن هلا خلونا نركز على الصينيه. وين الصينيه يا شيف شادي؟ هون الطريقه الحلوه هيك نمسكها وبيجي انا. طلعوا شو حلو هيك ها هيدي اللحمه كلها سوا واحد اثنين ثلاثه ونحطها بقلبها. نرجع كمان على الثاني. واو بتشهي. انا شادي زيتوني اليوم باكل اللحمه بهالطريقه. شرط ان تكون اللحمه موثوق فيها تكون طازه. اوكي بنعرف اللحام وبتعرفوا في كثير اليوم بلدان بياكلوا لحمه نيه. يعني من اشهر اطباق اللحم النيه بالعالم هو الستيك تارتار. في اشهر منه لحمه نيه. بلبنان عندنا الكبه بلبنان عندنا الكفته وكل انواع الفيليات بالعالم او كل الاشخاص يلي بياكلوا فيليات مزبوطه بالعالم بياكلوها نيه. الانتركوت الشاتو بريان اذا بدنا نروح كمان على شيء اسمه الكوستاتا بتكوني. واو هلا دقيقتين ثلاثه هون وبتلاقوا انه بلشت كمان عندي اللحمه تستوي. واو 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 اوكي بصل. يا سلام على البصل يا سلام على البصل الحلوه يا سلام على البصل الحلوه. هيك تاخذ الفيمي تاخذ كمان من هالسلطه الصويا. ويلا يا شيف شادي الصحة الناطرة البندورة والحبق والأوريغانو كلهم وأنا رايح على المطبخ تنقدم الأنتركوت مع العسل والصويا. يلا وبسرعة يا شيف هون. حبينا الموضوع شو منقول؟ عندي توم عندي بدنا نستعمل يا شيف شادي الحبقات. اللي رح نعمله هو التالي بناخد هيك ومنقول هيدا هو الصحن اللي بدنا نستعمله. عندي السكين شرائح هالثوم الحلوين. طلعوا شو حلوين هيك هالشرائح هالثوم.
اوكي واو طلعوا كيف ها اوه طلعوا شرائح الثوم طلعوا شو حلوين نرجع كمان شرائح ثوم مع كمان هال تعال هون اوكي هنقطع كمان على البلاطه نحن على الطبيعه وبنروح على الحبقات الحلوين يا شيف شادي هيك كمان عندي قرص بندوره ما تنسوا عندي قطعه هيك اثنين وهلا منزيح او منطفي تحت الصينيه خلص يا شيف شادي بكفي هيك ومنقول بندوره لكم شو حلوين شرائح الحلوه منروح على كمان ورق الحبق وزيت الزيتون وعندي الاوريجانو ومنبلش صحن اوه هيدي هون هاللحمه الحلوه طلعوا كيف شو بعمل هلا هون انا بناخذ من البندوره هيك طلعوا كيف من التوميت الحلوين الاوريجانو اللي قدامي زيت الزيتون وبنرجع كمان من جديد تاني طبق لليوم من بعد الشانكليش الانتركوت مدخنة مع البندورة مع الحبق مع الاوريجانو يا شيف شادي الزنجبيل البصل المشوية يا سلام حد الحبقات الزيتونات موجودين وعنا الشانكليشيت اهلا وسهلا فيكم جميعا بهالوصفه الحلوه الشوفان سكر اسمر كاجو بتعقد وصفه بدها 3 4 دقائق بتكون خالصه وين الشوفان الشوفان لك وينه عندي هون طيب اوكي عندي كمان الكاجو عندي كمان الزبيب عندي كمان الفواكه المجففه يا سلام المانجو الزنجبيل الاناناس الكيوي هلا بنشوفهم كلهم طحين وسكر اسمر والنار شاعله وعندي كمان اذا هلا عم نشوف على الهواء بعتقد انا رح اطلع بالنار الحلوه الشاعله يلي بدنا نعمل الشوفان بقلب هالنارات يلي بيعقدوا طيب قبل بدنا نحمص الكاجو بس قبل ما نحمص الكاجو يا شيف شادي تعال ندوب الزبده طيب زبده هون رح ناخذ شوي صغيره من الزبده دوبنا الزبده هيك هي عم تدوب الزبده رح نعمل شيء بيقول شوفان لكم الشوفان شو حلوين طريقة لكم الشوفانات الشوفان بيعقدوا كمان الشوفان من هون عندي غير الشوفان عندي القرفة لكم القرفة شو حلوة هون يا شيف يا سلام منروح على الزبيب بعدين منقطع كمان هلأ بعد شوي صغيرة الفواكه التانية لكن صار عنا اكتبوا قدامكم أول شيء الزبدة عم ندوبها هون صار عندي الشوفان مع القرفة ومع الزبيب طحين اي نوع من الطحين ما في مشكله سكر اسمر اوكي فينا سكر ابيض عم يسالوني انه فينا سكر ابيض اكيد فينا سكر ابيض بس حبيت اعملها كمون الشوفان هني بيستعملون هيك اللي بدو يعملوا ريجيم اللي عندهم هيك بعض الامراض يمكن وزن زايد تعرفوا خبز الشوفان او غيره ففينا نقول وصفه صحيه خلونا نروح على السكر الاسمر بدل السكر الابيض وحكينا كذا مره عن الفرق كمان بيناتهم كما هون ليكو شو حلو يا شيف شادي هون كمان الزبده يلي دابت حطيناها عليهم شو بينقصني انا اول شيء اعجن طيب انا هلا بعجنهم وبحط المقلي على النار وبدي حمص الكاجو ليكو الكاجو هون رح نحمص كل حبات الكاجو بعدين بدنا نقطعهم بعدين بدنا نحطهم على وجه الصينيه او على وجه الفخاره يلي بدنا نحطها هلا بقلب الجمرات تنعمل هالخلطه الشوفان مع السكر الاسمر ملعقه خلوت يا شيف شادي
منلاقي حالنا انه نحن صحيح حطينا زبده بقلب الوصفه، بس الكميه ما بتطلع. اذا بتشوفوا هيدي كلها اللي كانت قدامي 100 جرام، حطينا منها شي 30 جرام، يعني كميه الزبده قليله جدا. واذا ما بدكم تحطوا زبده بالخالص، الحل عند الشيف شادي، مي، بس مي، يعني حتى نعجنهم. طلعوا كيف، حط مي نعجن، بس توصلكم لوين بدنا نوصل بعد شوي، ها، تيصيروا يفرفطوا تفرفط بين ايدينا. طلعوا، ما يصير انه عجينه. انا بعتقد هلا هيك بكفي، هلا بتشوفوا كيف. ورح نجي ونقول وين، اوه ليكوا الكاجو كيف بلش يتغير لونهم مع شوي صغيره من الزبده. واذا ما استعملنا الزبده بنحط الكاجو بالمقلي او بالطوة او شو بتقولوا لها انتو، طوة، ما هيك يعني، طنجره، مقلي، بوت، اللي بدكم اياه. بلشنا هيك وراح اجي بكفي بهالطريقه. هلا بتشوفوا ليش انا بدي اياهم يفرفطوا. طلعوا كيف، انا بدي اياهم هيك ينزلوا مفرفطين، ما ينزلوا عجينه بقلب الصن. يلا يا شيف شادي، هون راح نروح على هالفواكه المجففه. انا بقطعهم، اول شيء خلينا ستوب الكاجو، نقطعهم بهالطريقه هيك، ما كثير، نقطعهم صغار. طلعوا كيف، ها كمان طلعوا كيف هون. وهون في شغله كثير حلوه، انه بجي على هالطنجره الحلوه، هالفخاره الحلوه، هالرخامه الحلوه، هل يعني معموله من الرخام، اذا كان كمان بدنا شي نوع من الطناجر او بورسلين او سيراميك اللي بدكم اياه، مهم تكون بتقاوم الحراره. تذكروا هذا الموضوع. انا عندي الفواكه المجففه بقلبها، ضفنا عليهم شويه مي، لانه المي شو بيخلي هلا يصير؟ بتغلي بقلب النار. شو بس تغلي بتبلش الفواكه المجففه تشرب مي، شو معناتها؟ ببلشوا يطروا. يا سلام يا شيف. وهون بيجي، اوكي طلعوا هون، يا سلام، هو 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 هو، ليكوا شو حلوين هالفتافيت الحلوين هون، حطيناهم بهالطريقه يا بي هيك. وبيجي بالكاجو عليهم، طلعوا كيف، هذا الكاجو كله عليهم. يلا يا شيف منكبسهم، وهيدي كلها سوا هلا بتروح على قلب الفحمات. طلعوا شو بصير. هلا في اشخاص كتار ممكن منكم شو يعملوا، ما يكون عندهم طنجره وعندها غطا، ما في مشكله، ناخذ اوراق من الالومنيوم. طلعوا كيف، نغلف هيك كمان من تحت، اذا ما بدكم اياها كمان تسود كلها سوا. طلعوها، نحطها هيك، نحط هيدي عليها، تغلفت كلها سوا. صار هلا الطنجره لا بتسود ولا بيصير لها شيء ابدا. ومنقول منزيح النار كلها، واحد اثنين ثلاثة بقلب النار. وانا بجي يا شيف شادي، واو هيك بهالطريقة، شوفوا شو عم يصير. هلا بتشوفوا انه النار بتشعل عليهم، اوكي رح ضف لهم انا شوي صغيرة بعد شوي من خلينا نقول من الحطب الصغير او من الجمر الصغير، بتلاقوا انه طلعت النار، ببلشوا يغلوا او تغلي المي، بضطري كمان الشوفين، بس هيدا كله بده حوالي العشر دقايق. واو 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 واو، اكيد مثل ما شرحت قبل، اذا اكيد انا متاكد انه المي كلها عم تغلي، صار الشوفين كمان ان هيك محمص، صار الكاجو اكيد محمص، تحمص اكثر، الزبيب صار اطرى شوي، اوكي كمان الفواكه كمان، اوكي هيدا كله سوا اكيد صار. وقد ما بدكم فيكم تخلوها، يعني فيكم تستووها مش اقل من 10 دقائق، بس مش اكثر من ساعه، وقلها بتحترق كلها سوا، اوكي ساعه يعني كمان كثير. يلا يا شيف شادي، هلا هون رح نحطها هون. واو يا شيف، رح تنقلها من هون لهون، شغله كبيره. يلا يا شيف شادي هون، وهيدي هيك، وانا بقول واحد اثنين وهيدا ثلاثة، واو حلوة. يلا يا شيف نبلش، شيل كل هول، وبنقول واحد اثنين ثلاثة، وبنشيل الغطا،
يا سلام يا سلام يا سلام. يلا هلأ رح اجي نشيلها بهالطريقة. انتبهوا كمان نحطها على صينية هيك ونروح على المطبخ. بهالطريقة هون منكون نهينا اوكي هالوصفة الحلوة من شوفين يا شيف شادي بدك تزينها. قلت ما هيك بعد ما نهينا. انتبهوا هون النار قوية. فعندي الزبيب على وجهها. ياي 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 حبة أناناس هون اللي بيحب الأناناس المجفف رح نعطيها هالحبة الكيوي الحلوة. ورح نجي لهون رح ناخذ هيدي هالحامضة هالبوملة يعني أي نوع من الفواكه المجففة. أنا رح أقدمها بهالطريقة هيك ليكو شو حلوة. ووصفة كمان الشوفان صارت جاهزة. وبرجع بذكركم أول شي حضرنا الشانكليش، اثنين حضرنا هالأنتركوت كمان مدخنة بتعقد بتجنن. وبعدين جينا بقلب الفحم بقلب النار حضرنا كمان هالوصفة الحلوة من الشوفان. نار نار نار. شوفين شانكليش أنتركوت خضرة على الطبيعة مع الشيف شادي.